أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من المعلوم أن من السنة عند السعي أن يرقى الساعي إلى جبل الصفا والمروة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأيام أيام الحج وشدة الزحام، هل يكتفي الساعي بالدوران والرجوع بعد وصوله إلى نهاية الحاجز الفاصل بين الزاهد والآيد؟ وهل يجوز له ذلك أم لا بد من الرقي على الجبل أو اللف حول العمود أو القبة التي في الدور الثاني؟ الصعود ليس على الجبل كله، وإنما على طرف الجبل، على طرف جبل أبي قبيس وهو الصفا، وعلى طرف جبل قعيفعان وهو المروة، على طرف الجبل، على طرف من الجبل. وهذا الصعود سنة ليس واجبا، الواجب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب، أن لا يبقى شيء بين الصفا والمروة لم يسعى فيه. وأما صعود الصفا وصعود المروة فهو سنة، إن أمكن فهذا سنة، وإن لم يمكن فسعيه صحيح إذا استوعب ما بين الصفا والمروة. نعم. ويسأل عن الدوران حول العمود أو القبة، لا بأس بذلك، المهم أنه يستوعب ما بين الصفا والمروة، وإذا حصل الصعود على الصفا أو على المروة فهذا سنة، يدور على العمود أو ما يدور، ما كله سواء.